للذكرى أحياها سكان قرية مليليا غرب مدينة الحناية بولاية تلمسان. ففي ذلك اليوم المشؤوم الثالث من جونفي 58 900 الجيش الفرنسي مدعما بعتاد عسكري ضخم يحاصر القرية بحثا عن 5 من مجاهدي المنطقة مختصين في زراعة الألغام وقطع الأسلاك الشائكة. وبعد 40 يوما من الحصار خراب وتدمير واستشهاد نحو 40 من سكان القرية في معركة مليليا. معركة مليليا استهدفت من 10 شهداء منهم اللي قالهم المجاهد الهداجي 4 و7 من أهل القرية و9 بعد المعركة ب7 أيام حسب التاريخ اللي سمعنا. وما قبل وما أخر الاستشهاد من 42 شهيد. الوقفة عرفت حضور السلطات المدنية والعسكرية إلى جانب سكان القرية التي أرادوها أن تكون عبرة ودرسا في حب الوطن لشباب اليوم. لما شفت في هذه المنطقة النائية انستال هنا تاع الشهداء وشت ألوان بلادي ومخموا لا في المناسب لا في المناصب ولا في المكاسب وخموا في الجزائر هي قبل كل شيء. محمد البوزيدي المدعو عقب الليلة وأبطال آخرون ممن صنعوا أمجاد قرية مليليا التي تعاني في صمت جراء التهميش وغياب التنمية.